Yes, today we win 4-2, but for me, I'm not totally happy about the game today. You know, it's good to win for sure for the morale, but what I was looking for, that I don't get what I want 100%. But in the other side, it's a good experience for the player because they should adapt, because the pitch was very dry, so it was difficult to build from the back to find and to create to find the space between the player. And also the positive things that the team was compact defensively. We defend more than the last games, but we was good in the counter-attack. So we was waiting the mistake of the opponent, and straight away we was finding like Jonathan and Nasser very fast in front. So this is the positive things of the game. But as I said to my player, I think football is very simple. We need to play as a team, play as simple as possible. And this is why the last game I was happy about that. And if they keep this mentality, I think we could do something good. But when we start to be like not simple, to complicate, I speak in general, so it will be difficult for us. But in general, for this camp, I'm very happy with the player. They was fantastic. They was very, very good professional. They work very hard. They was concentrate. Every player was like on time, no late, no problem between them. So this is very, very important. أول شيء الحمد لله رب العالمين. انتهينا من المرحلة الثانية من الإعداد اللي مثلاً كانت الأولى في البلاد، وهذه المرحلة الثانية والحمد لله خلصناها اليوم ولعبنا فيها تقريباً 4 مباريات، وهذه المباراة الأخيرة. والحمد لله مثلاً من مباراة لمباراة أكيد التجانس يزيد عند اللعيبة، عندنا لعيبة يداد، فالمدرب أكيد وضع خطة معينة أثبت نلعب فيها، وإن شاء الله الموسم قدم موسم طيب وإن شاء الله الجاي يكون أحسن يعني. والحمد لله استفدنا من الإعداد اللي كان موجود في الموسم في المعسكر هذا. الحمد لله، أعتقد أن مع ختام المعسكر وفريق المباراة الأخيرة هي الرابعة في المعسكر، أعتقد أنه قدم ردود إيجابي، وأيضا المدرب قدر أن يشوف الفريق وإمكانيات الفريق وأيضا إمكانيات كل لاعب. الحمد لله المعسكر كان جميل، كان أسرة واحدة وكانت فيها ما شاء الله إيجابيات جميلة أيضا، ونقاط اللي كان المدرب متخبي عنه الحمد لله وجدها في الفريق، وإن شاء الله الفريق يكمل على نفس النهج على نفس المستوى. عندنا مباريات جدا قوية في الموسم الجاي، وإن شاء الله الفريق تكون له بصمة ويكون إن شاء الله هدفه واضح في الدور إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. الفريق طبعا كل يوم راح يطلع بفترة أفضل يعني من المباراة السابقة. المكسبات هي كثيرة طبعا، انسجام الفريق مع بعضه، أداء الفريق قاعد يتطور. صح إن احنا يعني نطمح لأكثر إن شاء الله، لكن المباراة الجاية راح يكون أفضل من كذي. وانا اتوقع ان شاء الله اللاعبين لما يكونوا في جاهزيتهم التامه راح يكون المستوى افضل، وراح ان شاء الله يؤدون مباريات الافضل. واحنا اليوم الحمد لله ساعدنا بهذه النتيجه، واكثر شيء ساعدنا بالاداء يعني كان جيد، وان شاء الله يتطور الافضل.